جميلة خانم، انت بتملكي اكبر اسهم بشركات كارجي، ما بصير تضلي قاعدة بهالشغل الصغير. بعدين عندك مئات الشركات والمعامل الكبيرة بحاجة لادارتك، وتواجد حضرتك كتير مهم. امتى حتجي لجهز المكتب؟ بظن اعطيتك رأيي من قبل. بعدين انت عندك خبرة اكثر مني بادارة كل هالامور، وبصراحة ثقتي فيك كبيرة لهيك حملتك هالمسؤولية. فوين المشكلة اذا انا ما بفهم بامور الادارة؟ وغير هيك انا مرتاحة هون. واذا كنت مضطر لتسلم ادارة الشركة الرئيسية، سلمها لسلمى خانم، هي اقدم مني بالشغل والى حصص كبيرة بالشركات كمان. ايه بعرف هذا الشيء يا خانم، لانه بعد طلاقها من حكمة بيك طالبته يرجع حصتها من الشركة لاسهمها. بس كمان سلمى خانم ما كانت بتعرف بها الامور هي، لهيك وكلتني دير الشغل عنا مثل حضرتك. شفت شلون؟ ايه بس انا ما بدي، واذا مضطر كتير لتسلم حدا الاداره روح اصر على سلمى خانم، بجوز تقبل هالمره لانه انا مرتاحه بمكاني. طيب على القليله فكري تنتقلي على الفيلا احسن من سكنتك هون، واذا مو عاجبتك بلاقي لك بداله وين ما بدك. كرمال مكانتك الاجتماعيه لازم تنتقلي لمنطقه راقيه. بس انا ملاقيه بيتي مناسب لمكانتي الاجتماعيه لانه المظاهر ما بتهمني. بعدين كنت متفقه انا وحكمت على هالشي من قبل، لو كان عايش كنا رح نسكن بالزيتونية. شرف. شكرا، اذا في شي تاني بخبرك. ايه كتير منيح. يلا بخاطرك. الله معك. معلمتي هاي الشاي. مع السلامة. عم بقول لك مش ما شفته. يلا بقى. الله معك. العام العام. خاطرك جميلة هون. مع السلامة. والله المخلوقة ما في منها، ليك صارت غنية ولساتها بتروح وبتجي مشي، مع انه لو بدها 1000 سيارة بتاخدها وبترجعها. اصلا لو وحدة غيرها ما قبلت تضل بهالمشغل لهلا. دخيلك هالمخلوقة شو بتحب الفقر؟ أنا لو كنت بمكانها ما بحرم حالي من شي ولا تضل بهالمشغل. كيف يقول ما عارفك ونادفك. شايفة كيف صار هالبيت يا خانم؟ الله يرحم هديك الأيام. مزبوط، مرقت الأيام بسرعة كتير. كل ما بتطلع بهالبيت بزعل. هذا شي طبيعي يا خانم، حتى أنا وقت بتطلع فيه بنقهر. خاطرك. مع السلامة يا خانم. ايه اصعب شيء الواحد يخرب بيته بايده. ايه والله معك حق. نوخ اين؟ يدرينك تفريغ. ايك زي نوخ اين؟ ابي خلط؟ يا خيط خيبتني. كيف
Drink op en wegwezen. شو القصة قبطان؟ تحرك لك شوي. والله بياكلك الصديق وما عاد بينفعك التزييت. ها.